أصيلها وفي كل مدنها وفي كل إماراتها وفي كل بالتأكيد مناطقها الجميلة. الليلة شتاء سوبر. صفرة حكم المباراة حمد علي. كل التوفيق لحكم الساحة في هذا اللقاء. كل التوفيق للفريقين في تقديم ما يعكس بالتأكيد التاريخ الكبير الذي يملك فريق الشارجة والذي يحمل فريق شباب الأهلي. الآن السوبر إدواردو يحاول في ليلة تحمل اسم السوبر بكل تأكيد. نشوف ونتابع. هناك الكثير من المفارقات، الكثير من الأرقام، الكثير من الذكريات، الكثير من النجوم، من الألقاب، الكثير مما يمكن حقيقة الحديث عنه، وأيضا مما يمكن انتظاره في قمة تحمل اسم الكبيرين. دائما نقول في مثل هذه المباريات هناك شيء دائما يمكن انتظاره، واليوم إدواردو أحد المنتظرين في هذه المباراة. إيغور جيسوس أحد من ننتظرهم في هذه المباراة. في الجانب الآخر السوبر كورنادو إيغور أيضا الآخر. الكرة تصل في مكان إلى كارتابيا. لم نتحدث عن التشكيل، فمن يعلن عن اسمه مبكرا في هذا اللقاء؟ تصويبة، الكرة بتتحول والكرة تصل. شاهين آخر كابتن رفع بطولة كأس السوبر في العام الماضي في هذا الملعب. شوف الكرة العرضية وشوف إدواردو، لكن الكرة أيضا بتتحول من جديد. ملعب النصر كتب لهذا الملعب بالتأكيد الملعب الأقدم والأحدث في كرة الإمارات بأن يستمر في استضافة هذه البطولة كأكثر ملعب استضاف نهائي السوبر. كارتابيا على تنفيذ الكرة الثابتة. أي نوايا تظهر لشباب الأهلي في الدقائق الأولى؟ هل يشعلون القمة؟ هل يبدأون هذا اللقاء؟ نشاهد ونتابع. لسه ما تحدثنا، ولكن شباب الأهلي يبدأ الحديث. كارتابيا على ضربة ركنية، عبد الباسط في التغطية من جديد. يا كارتابيا عرضية، لكن الكرة أيضا بتتخلص، الكرة بتبعد بعد ذلك من جديد. الشارجة يبحث عن كرة مرتدة. سنتحدث بالتأكيد عن التصريحات، لكن اليوم الشارجة يبدأ في حراسة المرمى. عادل الحوسني يبدأ بشاهين ومحمد عبد الباسط، ويلتون سواريز، إيغور كورنادو، سيف راشد، سالم سلطان، خالد باوزير، علي الضنحاني، ميلوني وشوكرو. هذه تشكيلة عبد العزيز العنبري. لكن انظروا إلى شباب الأهلي. كارتابيا والجهة اليمنى، الكرة بتتحول بعد ذلك من جديد. ما زالت الرغبة الأولى مبكرة من تشكيلة شباب الأهلي اللي شفناها. نلاحظ وجود اللاعب كايو في دكة البدلاء، ولذلك ماجد سرور أيضا هو الآخر، والوان أيضا لا يبدأ هذه المباراة، بينما الرجل الواضح في الصورة الكابتن المهندس مهدي علي في مباراة مهمة جدا ربما في هذا الموسم يحتاجها شباب الأهلي أكثر من الشارجة. شارجة يأتي إلى هنا بطلا للشتاء، بطلا للدور الأول، وبالتالي في وضعية وفي معنويات وفي استقرار أكثر بكثير مما يعيشه شباب الأهلي. إيغور كورنادو هل يؤكد ويصادق على بطل الشتاء؟ إيغور يتقدم، إيغور الساحر يريد أن يبدأ السحر السوبر، لكن الكرة بالطول وبتتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس. شباب الأهلي اليوم يبدأ بماجد ناصر، بإدواردو، وليد عباس، عزيز جانيف، عبد العزيز هيكل، كارتابيا، يحيى الغساني، حمدان الكمالي، عبد العزيز صنقور، ماجد حسن، واللاعب إيغور جيسوس. هذه تشكيلة المدرب مهدي علي، والتي يغيب أيضا ويظهر فيها غياب هيلدون راموس اللي يعتبر أفضل صانع أهداف في بطولة الدوري بخمسة أهداف مع عدة لاعبين، لكنه يغيب عن التشكيلة. الكرة تصل إلى عبد الباسط. بعض الغيابات هنا وهناك، لكن اليوم هو يوم الحضور وليس الغياب. يا شكرو، شكرو في مواجهة عزيز جانييف. الكرة تصل في الجهة اليسرى. يا سلام يا ميلوني، مباراة يبدأ فيها ميلوني لغياب أيضا خالد الضنحاني، والمباراة تصل فيها الكرة باتجاه رقم 10 إيغور كورنادو. الكرة تعود بعد ذلك من جديد. مباراة فيها هداف في الدوري وثاني هداف في الدوري، يعني 0-0 اللي كانت في العام الماضي بين الفريقين غير مقبولة. النتيجة السلبية اللي كانت في نهائي السوبر الماضي اللي جمع الفريقين غير مقبولة في ظل وجود هداف في الدوري وثاني هداف في الدوري بكل تأكيد. نتحدث عن ويلتون سواريز ونتحدث عن إيغور. هذا ماجد حسن أحد لاعبي الخبرة، وبالتأكيد الفريقين يملكان من التاريخ ما
ما يمكن الحديث عنه وما يمكن استحضاره في هذه المباراة. السوبر إدواردو يحاول مراقب متابع هذه النسخة رقم 20 من بطولة السوبر. التاريخ يقول بأن هذه البطولة أقيمت بشكل مختلف وبشكل أيضا وبأشكال مختلفة وأحيانا بمسميات مختلفة. كانت مرة بنهائي الكاس بين البطل الدوري وبطل الكاس، أحيانا أقيمت بنظام الدوري، أحيانا أقيمت بنظام المربع الذهبي، عادت في عهد الاحتراف لتستقر بهذا الشكل. لا يمكن لك بأي شكل من الأشكال أن تلغي أي نسخة أقيمت باسم السوبر، لأن الأندية لا تتحكم في الشكل، الاتحاد هو من يقرر شكل المسابقة، وعندما يفوز فيها فريق فبالتالي هو لقب يأتي باسم السوبر، سواء كان بنظام الدوري سواء كان بنظام الكأس. هذه على الأقل وجهة نظري، وبالتالي لا يمكن إلغاء البطولات السابقة وعدم احتسابها لأنها اختلفت في الشكل والتنظيم. الكرة بتتحول من جديد، ولذلك التاريخ يقول 5 ألقاب للعين سوبر. الأهلي 4 ألقاب، يريد أن يصبح ب5 ألقاب اليوم كأكثر الحاصلين على السوبر بجانب العين. الوحدة عند 3 ألقاب، النصر لقبين، الشارجة لقبين، الشعب لقب، الإمارات لقب. هؤلاء الحاصلين، هذه قائمة السوبر في كرة الإمارات، ومن حصلوا على ذهب هذه السوبر بمختلف مسمياتها. لكن في عهد الاحتراف شباب الأهلي هو الأكثر الحاصلين على لقب بطولة السوبر بالتأكيد. وإذا كان الحديث عن الكؤوس فلا يمكن تجاهل شباب الأهلي أو الأهلي سابقا بكل تأكيد، لا يمكن ذلك، سواء كأس رئيس الدولة، سواء السوبر، سواء كأس المحترفين. شباب الأهلي لا يغيب عن الدوري إلا لأنه انشغل بكأس، هكذا دائما أقول في الأعوام السابقة. لكن ماذا عن هذا العام يا إيغور كورنادو؟ الشارجة يبغي حافظ على لقب السوبر، وهو المتصدر للدوري، وهو من يريد أن يحافظ على لقب الدوري، وكأن الشارجة عاد لكي ينتقم وليس فقط لكي يعود، لأنه الآن يأتي ويحصل على الدوري ويحصل على السوبر ويتصدر الدوري. مواسم الآن تأتي بالنسبة للمدرب عبد العزيز العنبري بعد سنوات عجاب، بعد سنوات من الغياب، بعد سنوات من التعب. لكن إيغور جيسوس هذا المقيم الذي يسرق الأضواء في دورينا ويقدم ربما أكثر مما يقدم بعض الأجانب. الكرة تتحول الآن في الجهة اليسرى، في التمريرة عادت من عبد العزيز صنقور، عادت إلى السوبر إدواردو. إدواردو، هل تكون الليلة ليلة دخول القلوب؟ في الأسابيع الماضية تحسن مستوى كارلوس إدواردو، عاد لتسجيل الأهداف، عاد للخطورة، شاهدنا ذلك في مباراة الوصل، شاهدنا ذلك في مباراة خورفكان، واليوم يعول عليه بالتأكيد المدرب مهدي علي. كارتابيا يقطع الطريق 10 على 10، الكرة بترجع الآن بحثا عن الطريق، الغساني بيرسلها ولكن الكرة أيضا بتتخلص، والكرة بتعود والكرة تصل بعد ذلك في مكان من عبد العزيز صنقور. مباراة صعبة، تشوف تصريحات المدربين في احترام كبير جدا. مدرب مهدي علي يتحدث بأن العنبري نقل الشارجة نقلة نوعية، يتحدث بأن كورنادو واحد من اللاعبين اللي يتمناه كل نادي، يتحدث مهدي علي بأن في النهاية هي مباراة خسارتها لا تعني نهاية المطاف ويمكن تعويضها بكؤوس أخرى. ومع ذلك شباب الأهلي يحتاجها كثيرا يا مهدي. الحديث أيضا عن المدرب عبد العزيز العنبري اللي تحدث عن هذه المباراة، واللي تحدث أيضا بأنها مباراة واحدة فقط، أيا كانت الصورة في بطولة الدوري لن تكون كما هي عليه في بطولة السوبر، على اعتبار بأن فارق الترتيب وجدول الترتيب بين شباب الأهلي كبير مع فريق الشارجة. يحيى الغساني، واحدة من صفقات الشتاء، هل يكون وهل تكون صفقة شتاء سوبر يا يحيى؟ الكرة تصل من كارتابيا، كارتابيا بيلعب الكرة إلى عزيز جانييم، عرضية، الكرة تصل يا شاهين، يقطع الطريق الآن، الكرة تعود من جديد. شباب الأهلي والشارجة وجها لوجه ثاني مرة يتقابلان في نهائي عبر التاريخ في مختلف البطولات. شوف على كثر ما حصل الفريقين على كؤوس، ما تقابلوا في الكؤوس وفي النهائيات إلا مرتين وكلهم في السوبر. يعني الشارجة كان عنده 8 بطولات كأس رئيس دولة،
وشباب الأهلي عنده 9 ألقاب لكأس رئيس الدولة، ومع ذلك لم يجمعهم نهائي كأس رئيس الدولة عبر التاريخ سابقا. هذا ثاني نهائي يجمعهم على مستوى السوبر فقط. كارتابيا من يشعل فتيل هذه القمة؟ الآن أصبحنا بحاجة إلى أن نشاهد ضربة أولى في هذا اللقاء يشعل الأجواء، يدفئ هذه المباراة وأجوائها الباردة. كرة ثابتة عن طريق كارتابيا قوية، لكن الكرة إلى خارج الملعب. الكرة كانت من الرقم 10 كارتابيا إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق الشارجة. شوف هذه اللعبة الماضية، هذا الرقم 10. حتى نتحدث عن شباب الأهلي، اللي ما تابع كثير في شباب الأهلي، شباب الأهلي في هذا الموسم لا يستفيد كثيرا أو بما يكفي من لاعبيه الأجانب حقيقة. ذكرنا بأن السوبر إدواردو لم يبدأ الموسم بشكل جيد. هنا نشاهد بالتأكيد الحضور والمسؤولين، نشاهد بالتأكيد أيضا رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين والحضور أيضا والتنظيم الجميل حقيقة اللي نشاهده في هذه المباراة، الحفل المبسط المميز اللي سبق هذا اللقاء، الشعار اللي تم تسمية فيه هذه المباراة بشتانا سوبر، أيضا المؤتمر الصحفي اللي أقيم أيضا في منطقة خارجية، الزخم الإعلامي الذي تزامن مع نهائي السوبر بشكل نستطيع أن نقول حقيقة بأن غير مسبوق. الحفل أيضا اللي سبق هذه المباراة واللي فيه رسائل مهمة جدا وجهت لخط دفاعنا الأول، وشكر ورسالة تعبر عن الرياضيين بشكل عام حقيقة عن خط دفاعنا الأول وجهدهم الكبير جدا فيما يقومون من خلاله من تضحيات كبيرة لكي تعود الحياة بإذن الله إلى كل تفاصيلها في المرحلة القادمة. سيف راشد الآن بعد اشتراك مع ماجد حسن، سلامات إن شاء الله. كنت أتحدث عن التنظيم، كنت أتحدث عن الالتقاطات، كنت أتحدث بالتأكيد عن بعض الأمور المهمة التي صاحبت هذا السوبر. ماجد حسن في حديث الآن مع الحكم المباراة حمد علي، وفي اللقطة الماضية كان الاشتراك في مباراة راح يكون فيها دفاع بدني، مباراة راح تشهد بعض الكروت. المدرب الواضح في الصورة، المدرب القدير عبد العزيز العنبري، أنجح مدرب إماراتي على مستوى أنديتنا في الفترة الماضية، يواجه أنجح مدرب إماراتي على مستوى منتخبنا في الفترة الماضية. الكابتن عبد العزيز العنبري قال لقاء السوبر يتطلب التركيز أمام منافس له تاريخ في البطولات وقيمة كبيرة، ويقول أيضا دخول هذه المباراة بلقب بطل الشتاء مهم معنويا بالنسبة للاعبين، والسوبر مهم للغاية لأنها بطولة اللقاء الواحد. هكذا كان تصريح المدرب عبد العزيز العنبري. وهذه الكرة اللي بتتحول باتجاه حرس المرمى ماجد ناصر في اللقطة الماضية، لعب يستأنف، سيف راشد يتلقى العلاج اللازم. مباراة لا تحتمل غيابات أخرى بالنسبة لفريق الشارجة في ظل غياب لوان، في ظل غياب كايو، الأجنح اللي كان يعتمد عليهم الفريق في الفترة الماضية بشكل أساسي. ماجد السرور أيضا في منتصف الملعب، وإن كان أيضا في مباريات كثيرة شارك فيها عبد الباسط بجانب اللاعب شوكرو، لكن دائما نتحدث بأن الفريق البطل فريق يملك دكة، يملك نفس طويل، يملك لاعبين قادرين على تعويض الغيابات. شباب الأهلي يحتاج إلى إضافة لاعبين أجانب، سواء إدواردو سواء كارتابيا في غياب هيلدون راموس. هذا كارتابيا الواضح في الصورة لن تعوضهم روبيرو أبدا، ولكن حاول أن تذكرهم في، حاول أن تقدم ما يعيد ذكريات روبيرو إلى أذهان جماهير شباب الأهلي. هذا ميلوني في التغطية والخطأ اللي كان على اللاعب كارتابيا في اللقطة الماضية. شباب الأهلي لا يريد أن يخسر نهائي سوبر بعد عام من خسارته. دائما يقولون من الصعب التعثر في نفس المكان مرتين، من المخجل أحيانا التعثر في نفس المكان مرتين. الآن المرة الثانية بعد عام واحد فقط في نفس الملعب أمام نفس الفريق في سوبر معاد. كان في بعض الجدل أيضا عن إعادة السوبر على اعتبار بأن في الموسم الماضي ما كان في بطل دوري ولا كان في بطل كاس، وكان الحديث أيضا عن من المفترض أن يتواجد على اعتبار أن هناك فرق وصلت إلى نهائي كاس، وعلى اعتبار بأن هناك كان من يتصدر لقب بطولة الدوري قبل إيقافه
إلغاء نتائجه، لكن كان القرار من الرابطة بإعادة هذا السوبر عن آخر الأبطال السابقين، والكرة بتتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس باتجاه عبد العزيز صنقور. إدواردو، كرة بتصل باتجاه عزيز جانييف، الكرة مقطوعة، بعد ذلك تعود شرجاوية باتجاه اللاعب الواضح في الصورة، والتمريرة كانت من جانب الضنحاني علي اللي بدوره بيرسل الكرة. حتى الآن تقدر تقول إن في 15 دقيقة الشارجة مو بقادر يشكل خطورة أبدا، الشارجة مو بقادر يصل، مو بقادر حتى الآن يصل إلى مرمى ماجد، يخلق فرص، تشعر بأن ويلتون سواريز معزول، صحيح ما زلنا في البداية، صحيح أيضا بأن المدرب عبد العزيز العنبري عودنا بأن في لقاءات عديدة يتراجع ويعتمد على بعض الكرات المرتدة، يعتمد على ذكاء لاعبيه، يعتمد على الساحر كورنادو في خلق هذه الفرص مثل هذه المحاولة، ولكن حتى الآن رغبة شباب الأهلي في الوصول كانت أكبر، ومحاولات شباب الأهلي على الأقل ومبادراته كانت أوضح، والآن محاولة في الجهة اليسرى عن طريق السوبر إدواردو إن لم تظهر اليوم فمتى يا كارلوس. الكرة تصل من جديد، عادت إلى سيف راشد، وصلت إلى ويلتون سواريز هداف الدوري، عادت الكرة بعد ذلك ماجد حسن في نص الملعب بيلعب للكرة في مكان إلى إدواردو، دوران تغيير الاتجاه، الكرة تعود بعد ذلك إلى كارتابيا، كارتابيا إلى عبد العزيز هيكل. من يصدق أن أسماء شباب الأهلي تحتل مركزا متأخرا في دورينا بعد نهاية الدوري الأول بفارق 13 نقطة يا كابتن مهدي عن المتصدر؟ من يصدق بأن شباب الأهلي خرج من حسابات الدوري والفوز بلقب الدوري مبكرا في هذا الموسم وهو أحد المرشحين الكبار؟ لكن الأمور اللي مر فيها، البداية اللي تعثر فيها، تغيير المدربين، وهناك مفارقة من 2017 تقدر تقول شباب الشارجة، فريق الشارجة بمدرب ثابت هو عبد العزيز العنبري من 2017، شباب الأهلي بكوزمن، بمهدي، بسييرا، بأوراوا، برينا، بسارغوسا، وبعد ذلك بمهدي، 5 إلى 6 مدربين، لكن هذه عرضية، الكرة فيها متابعة، ما زالت قائمة، الفرصة مستمرة، عدت يا كارلوس، عدت يا إدواردو، تهديد آخر في صراع الرؤوس، لكن حكم المباراة المساعد في اللقطة الماضية يشير إلى راية في هذه اللقطة. شوف هذه اللقطة وهذه اللعبة وإشارة مساعد الحكم بأن الكرة الماضية ربما عدت، بينما هذا المدرب الواضح في الصورة الكابتن مهدي علي، صحيح كانت له تجارب سابقة في دورينا وفي أنديتنا مع الأهلي ومع بنياس، لكن لم يكن أو لم تكن بفترة طويلة ولم تكن بعدد كبير من المباريات، تتحدث فقط عن 27 مباراة في الدوري أدارها الكابتن أيضا مهدي حليم. ولكن الآن هذه مرحلة مهمة جدا بالنسبة للشباب الأهلي، منعطف مهم، شباب الأهلي ربما خارج حسابات الدوري لكنه موجود في كأس الخليج العربي، اليوم يلعب في نهائي السوبر، موجود في سيمي فاينل كأس رئيس الدولة، وبالتالي ما زال الموسم حافلا بالنسبة للفريق الأحمر على اعتبار بأنه ما زال منافس على البطولات المختلفة. الأمر ينطبق أيضا على الشارجة اللي يلعب السوبر وموجود في كأس المحترفين وموجود في كأس رئيس الدولة، حتى الآن ما زال فريق الشارجة يلعب على مختلف البطولات. هذا إيغور جيسوس، وهذه لمسة اليد على يحيى الغساني. يحيى الغساني لم يتأخر كثيرا في تسجيل أول أهدافه بقميص شباب الأهلي على مرمى النصر في الديربي، لكن الكرة تصل إلى ويلتون سواريز، وقف، سيطر، ينتظر تمريرة، التغطية تأتي من وليد عباس، وليد عباس يقطع الطريق، ويلتون سواريز في اللقطة الماضية إلى رمية تماس. 20 دقيقة مشاهدينا متابعينا في نهاية السوبر في النسخة رقم 20 من لقب هذه البطولة، من يتقدم في هذا اللقاء عبر التاريخ؟ كانت نهائيات السوبر مليئة أيضا بالنتائج الجيدة، لم يسبق أن تجاوزت
نهائيات السوبر 6 أهداف. نتذكر ذلك النهائي الجميل القريب اللي كان ما بين العين والوحدة واللي تم أيضا إقامته في جمهورية مصر شقيقة واللي انتهى ب3 أهداف مقابل 3. المباراة اليوم 0-0 حتى الآن. الكرة بتصل باتجاه ماجد ناصر بيرسل الكرة إلى وليد عباس، محاولة بناء وتنظيم الهجمة. مباراة ستكون أجمل وأمتع وأكثر إثارة في حال تسجيل هدف في شوطها الأول، لأن الفريقين عندهم أدوات، عندهم لاعبين، عندهم إمكانيات حتى وإن كان هناك بعض الغيابات. ماجد يبدأ الطريق، يحيى يعرف الطريق، الكرة تصل إلى السوبر إدواردو عبد العزيز صنقور، ممكن العرضية، عرضية عالية، حارس المرمى عادل الحوسني يتصدى لهذه الكرة، أحد أهم لاعبي فريق الشارجة بكل تأكيد. لا يمكن أن تقول في بطولة الدوري بأن الشارجة كورنادو أو ويلتون سواريز إلا ويحضر اسم عادل الحوسني تماما مع هؤلاء الأسماء، قياسا بما يقدمه في كثير من المباريات اللي ربما لا يكون فيها الشارجة في أفضل حالاته، لكن عادل يكون في أفضل حالاته. ماذا عن اليوم يا عادل؟ كرة بترجع في مكان سليم في التمريره باتجاه عبد العزيز صنقور، بيغير الاتجاه ولكن بشكل خاطئ. سواريز بيسيطر عليها، كره بتروح الان باتجاه بوزير اللي يتقدم للشارجه، يحاول فيها في اللقطه الماضيه حاول فيها خالد بوزير، لكن الكره الى خارج الملعب رمية تماس. يعاني فريق الشارجه لبناء هجمه حتى الان لتشكيل خطوره للوصول الى مرمى فريق شباب الاهلي ولو بتهديد واحد حتى اللحظه. ايغور كورنادو، شوف الضغط عليه وشوف قطع الكره، رميه تماس لمصلحه شباب الاهلي في اللقطه الماضيه، يحتسبها مساعد الحكم لكن حكم المباراه يعيد رميه التماس لمصلحه الشارجه. ميلوني على تنفيذ رميه التماس، بيرسل الكرة في مكان إلى كورنادو، حتى رمية التماس مقطوعة، الكرة باتجاه إدواردو، يعود بالكرة إلى عزيز جانيف. يا سلام يا ماجد، شوف الثقة، الدوران الآن، الخروج من الموقف، الكرة تعود بعد ذلك إلى عبد العزيز هيكل، بيرسل الكرة إلى كارتابيا، الحلول الفردية، الحلول الجماعية، الكرات العالية باتجاه إيغور لو عدت، لكن المدافع علي الضنحاني قطع الكرة، الكرة تعود بعد ذلك من جديد، يحيى الغساني طاح على أرضية الملعب. عدة لقطات يسقط فيها بعض اللاعبين، يتوقف فيها اللعب وبالتالي تقلل من رتم وسرعة شوط المباراة الأول. هذا يحيى الغساني في اللقطة الماضية، لاعب صغير ولكن يؤمن شباب الأهلي بقدراته وبإمكانياته، يعرفونه لأنه كان أيضا في المراحل السنية موجود في هذا المكان، وبالتالي يعود الآن بعد فترة قضاها بقميص العنابي. كارتابيا يبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس. مباريات الكؤوس أحيانا تحسم بتفاصيل صغيرة جدا، أحيانا تكون مباريات الهدف الواحد، لكن هذه مباراة حتى الآن لا نشاهد فيها فرص حقيقية، لا نشاهد فيها تهديد واضح في شوطها الأول. تلعب حقيقة كما تلعب مباريات الكؤوس كالعادة. آخر لقبي سوبر تم حسمهم أيضا بركلات الترجيح، وست نهائيات سوبر سابقة حضرت فيها ركلات الترجيح، اليوم ما نبغي السابعة بصراحة. راضين بلنتي أثناء المباراة ولا ركلات ترجيح بعد المباراة، لكن هنا إيغور كورنادو على تنفيذ الكرة العالية، الهروب من ويلتون، لكن حارس المرمى في خطأ. شوف زادت الإصابات، زادت اللقطات، زادت الالتحامات والاندفاع البدني، وسلامات إن شاء الله لماجد ناصر. هذه اللقطة شوف إيغور كورنادو بيلعب الكرة عالية باتجاه شاهين، ولكن الاصطدام بعد ذلك مع ماجد ناصر يكون بالسلامة. كنت أتكلم عن تنظيم رابطة المحترفين لهذا السوبر، في أمر كان رائع جدا حقيقة من الجهاز الإعلامي أيضا لرابطة المحترفين، وهو المحتوى المرئي اللي شاهدناه في الأيام الماضية من تقارير، من لقاءات مختلفة، من إحصائيات تزود بها القنوات الرياضية التي ستنقل هذه المسابقة، وتعطي بالتأكيد الكثير من التفاصيل والتغطية التي تليق بهذه البطولة وبهذا النهائي وبأول بطولة في هذا الموسم. أول لقب سيكون
في ظل جائحة كورونا بالتأكيد، في غياب الجماهير وحضور الأصوات الافتراضية. الكرة بتتحول في مكان باتجاه عزيز جانييف، بيرسل الكرة في مكان باتجاه عبد العزيز هيكل، هيكل في نص الملعب، في التمريرة إلى إدواردو، نقل الكرة إلى عزيز جانييف، عزيز جانييف إلى إدواردو، لكن طالت استعجال، تسرع وقلة تركيز، كرة بترجع مرة أخرى، استعجال أيضا وقلة تركيز، الكرة بعد ذلك مرتدة. هل من كرة مرتدة تكتمل للشارجة أم أنها مقطوعة؟ نشاهد سيف راشد في الجهة اليمنى، يتقدم سيف راشد، سيف في الجهة اليمنى بيلعب له كرة، سيحاول ربما المدرب عبد العزيز العنبري وسينتظر إلى الشوط الثاني، قد يدفع اللاعب كايو في كورقة في شوط المباراة الثاني على اعتبار عدم جاهزية عودة من الإصابة. كرة بترجع إلى عبد الباسط، إلى ميلونين مرة أخرى في مكان باتجاه شاهين عبد الرحمن، شاهين اللي بدوره بيرسل الكرة، لكن الكرة أيضا مقطوعة، والكرة تصل بعد ذلك في الجهة اليمنى إلى كارلوس إدواردو، وقف عليها كارلوس إدواردو، بيرسل الكرة إلى عبد العزيز هيكل، عرضية لكن الكرة أيضا مقطوعة، والكرة تصل بعد ذلك إلى عبد العزيز صنقور. شباب الأهلي بالكثرة العددية، شباب الأهلي بالأظهرة التي تتقدم بخط الوسط بالتمريرة من كارتابيا، لكن الشارجة يدافع، يتراجع، يؤمن منطقته، حتى الآن يستمر بأسلوبه اللي نشاهده في مباريات عديدة في الدوري. سيف راشد مرور ممتاز، كورنادو خروج، الآن تغيير اتجاه، شوكروب يبحث عن كرة بينية، شوكروب أقصى اليسار بيلعب لكرة في مكان إلى ميلوني، ممكن العرضية، ولكن أيضا الكرة بتتخلص، الكرة بتبعد، سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء مطلوب في هذه المباراة في شوطها الأول، في بعض الحالات أيضا الجرأة من بعض اللاعبين، الكرة عن طريق اللاعب كارتابيا وخطأ يحصل عليه أيضا اللاعب الواضح في الصورة كارتابيا، هذا ميلوني سيكون مكلف بمراقبة كارتابيا. بالتأكيد هناك أدوار ستكون بالنسبة لبعض اللاعبين وتعليمات واضحة، سنشاهد أيضا المفاتيح، سنشاهد أدوار عزيز جانييف أيضا مع إيغور كورنادو. هذا المدرب عبد العزيز العنبري، حقيقة أستطيع أن أقول بأن الشارجة في هذا الموسم وفي الموسمين الماضيين في 3 سنوات، الشارجة هو الفريق الوحيد اللي يستطيع أن يفوز حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته. بقية الفرق في دورينا بحاجة إلى أن تكون في أفضل حالاتها حتى تفوز، الشارجة لا، الشارجة ممكن يكون سيء ويفوز، ممكن يكون في يوم عادي جدا ويفوز، شاهدنا هذا الأمر في مباريات عديدة جدا، ولذلك الدور الأول ينتهي وشارجة لم يتلقى سوى خسارة واحدة فقط، كانت أمام مفاجأة الموسم ونجم الدور الأول فريق بنياس بهدف مقابل لا شيء، كرة عالية من جديد، ولذلك المشجع الشرجاوي اللي يتابع أيضا فريقه يشاهد أحيانا تراجع فريقه، يشاهد أحيانا عدم حضور كورنادو بالشكل الكافي، عدم ظهور كايو بالشكل المميز، ومع ذلك تستمر المنظومة الدفاعية في الحفاظ على نتائج الفريق وفي الحفاظ على عدم الخسارة. هذا حكم المباراة حمد علي، التحامات في شوط المباراة الأول حتى الآن ربما لا تساعد بشكل كبير أيضا بأن نشاهد فرص أكثر في هذا الشوط، ولكن الكرة العالية الآن أقصى اليسار والتغطية تأتي من جانب علي الضنحاني، علي الضنحاني مرة أخرى، تتكلم عن 28 دقيقة فيها كمية كرات خاطئة وفيها كمية أيضا ضغط وقطع للكرات من جانب الفريقين. شوف الكرة باتجاه إدواردو، ماجد حسن يلجأ شباب الأهلي للكرات العالية، عبد العزيز هيكل في الجهة اليمنى، تقدم الأظهرة لشباب الأهلي أكثر، كارتابيا يحاول الدخول إلى العمق، الكرة ترجع في مكان باتجاه ماجد حسن، يحيى الغساني عادت من جديد إلى كارتابيا، إيغور جيسوس من جديد، إيغور عدى، لكن الكرة بالطول، الكرة تصل مرة أخرى، هل هناك خطأ؟ نعم هناك خطأ على وليد عباس ولمصلحة اللاعب ويلتون سواريز. نصف ساعة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية مرت من زمن شوط المباراة الأول، النتيجة حتى الآن كما تشاهدون تعادل السلبي في مباراة ربما تأتي وحيدة اليوم، وبالتالي على اللاعبين بأن يستثمروا المتابعة أيضا لهذا اللقاء، أن يستثمروا بأن هناك لقبا وذهبا بعد 90 دقيقة، أن يقدموا
أفضل ما لديهم للتتويج في مباراة اليوم والحصول على لقب سيكون دافع معنوي لبقية المنافسات. الكرة ترسل من سيف راشد، الحل الفردي، الحل الفردي مراقب متابع، حاول يكسب ضربة ركنية لكن عبد العزيز صنجور أيضا بذكاء يبعد نفسه والكرة بتتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب ضربة مرمى. هذا سيف راشد، تشاهد اللافتات، تشاهد الشعارات، تشاهد ملعب النصر الجميل، ملعب العميد بالتأكيد النصراوي الذي يتمنى أيضا جمهوره الآخر بأن يكون هذا الموسم موسم العودة. تراجع في الأسابيع الأخيرة في الدور الأول لكن ما زالت حظوظه موجودة وعليه أن يؤمن أيضا بهذه الحظوظ. ما زال هناك دور كامل، فيه الكثير من النقاط، فيه الكثير من المواجهات المباشرة وغير المباشرة. الله على كارتابيا بيعديها لنفسه، كارتابيا يتقدم، لاعب وسط ثلاثة يحاول بالحل الفردي، هناك خطأ، الخطأ يرتكب ربما شوكروف في اللقطة الماضية أو اللاعب ميلوني. سنشاهد الآن حكم المباراة اللي يحتسب هذا الخطأ، شوف الحل الفردي، شوف الكرة اللي مشاها من بين الأقدام واللي تخلص فيها بذكاء وبحل وبمهارة من جانب اللاعب كارتابيا. مباراة فيه مثل هذه التفاصيل، لاعب يبتكر، لاعب يكون في يومه، لاعب يصنع الفارق، لاعب يصنع لك هدف، يسجل لك هدف، يصنع لك خطأ، يسجل لك يصنع ركلة جزاء. هذا كارتابيا وهذه اللقطات يا عادل، هذه اللقطات يا عادل، الكرات الثابتة، السوبر إدواردو موجود مع بقية الأسماء، حمدان الكمالي المدافع الذي يعود به الكابتن مهدي علي مرة أخرى هو الآخر موجود، إيغور جيسوس موجود. كارتابيا يشاهد ست قمصان حمراء متواجدة في منطقة الجزاء لشباب الأهلي، هل يفكر بالعرضية أم أنها مباشرة إلى المرمى؟ هي بعيدة شوي، هي مايلة شوي، ولذلك أنه يرسلها عرضية ممكن تكون فرصتها أفضل وفرصتها أكبر. كارتابيا بيرسل الكرة أرضية تصويبة لكن الكرة ضعيفة من عزيز جانييف، مقطوعة بعد ذلك من ميلوني، مرتدة سريعة لكنه وحيدا بدون مساعدة يكسر من خلالها رمية تماس لمصلحة فريق الشارجة. مباراة مطلوب فيها الجهد البدني، مطلوب فيها أيضا الروح العالية، رمية تماس تنفذ لمصلحة فريق الشارجة في هذه اللحظات. علي الضنحاني هذا حكم المباراة الواضح في الصورة، محمد علي يعاون جمعة المخيني والحكم الثاني أيضا المساعد الثاني محمد، كل التوفيق لطاقم التحكيم في هذه المباراة والحكام الموجودين أيضا على تقنية الفيديو، عليهم مسؤولية كبيرة في مباراة أيضا قد تحتاج إلى بعض التدخلات. الكرة تصل إلى كارتابيا، كارتابيا إلى إدواردو، إدواردو يفقد توازنه في مباراة يبحث عنها شباب الأهلي لكي يقف في الموسم من جديد. كورنادو الله على الضغط، انظروا كيف استخلاص الكرة من إيغور كورنادو اللي يسقط في أرضية الملعب. سلامات يا إيغور. يحيى الغساني بروح رياضية جميلة جدا ولكن التعليمات واضحة، إيغور لا يستلم وإذا استلم لا يلف ولا يدور. يحيى الغساني يخرج الكرة، شوف كارتابيا يضغط من جهة، ماجد يضغط من جهة أخرى، سقوط كورنادو في أرضية الملعب والمدرب عبد العزيز العنبري بالتأكيد الآن يقلق على إصابة اللاعب إيغور كورنادو. هناك لاعبين لا يمكن تعويضهم بأي حال من الأحوال، إيغور كورنادو ربما في مقدمة هؤلاء. سلامات إن شاء الله. شوكروف بعض الاحتجاجات اللي تأتي، هذا إيغور وهنا نشاهد هذه اللقطة، لم يظهر في الشوط الأول طبيعي جدا، ستكون هناك الرقابة الواضحة اللصيقة جدا، حتى الكرات المرتدة لا توجد فيها زيادة عددية كافية بالنسبة لفريق الشارجة حتى الآن في هذا الشوط. خالد بوزير يعود إلى أرضية الملعب وإعادة الكرة بعد ذلك إلى ماجد ناصر في اللقطة الماضية من جانب فريق الشارجة. كرة بتتهيب عالية إلى إيغور جيسوس، ممكن تعدي هذه المحاولة، يحيى استلم الكنترول يا يحيى، الكرة بتضيع من الغساني، فرصة لمصلحة شباب الأهلي في اللقطة الماضية، عادت إلى سيف راشد، الله على الضغط، الله على الانطلاق، يحيى تقدم ممكن البينية لكن الكرة بتبعد من المدافع سالم سلطان في اللقطة الماضية. هذا إيغور جيسوس الذي يقول أتيت إلى هنا لأكتب التاريخ، أسعى إلى ذلك اليوم
لكي يسجل أول لقب بقميص شباب الأهلي. لكن الله على البينية إلى سيف راشد. سيف يتقدم، سيف ممكن إلى ويلتون سواريز، مراقب متابع، شف قطع الكرة من لاعبي شباب الأهلي، شف الدور في نص الملعب، وهناك خطأ على خالد بوزير. ينجح حتى الآن عزيز جانييف، وينجح حتى الآن ماجد حسن في قتل كل كرة مرتدة تبدأ فكرتها بالنسبة لفريق الشارجة في نص الملعب. كرة بترجع الآن ماجد حسن في نص الملعب، طويلة وعالية إلى كارتابيا. هذه الكرات اللي شاهدناها متكررة في الشوط الأول، لكن التزام دفاعي من جانب فريق الشارجة. في الجهة اليسرى خالد بوزير وميلوني، في الجهة اليمنى سيف راشد وعلي الضنحاني، ولذلك الصعوبات ما زالت موجودة، المساحات ليست متوفرة. إدواردو بيلعب لكرة في مكان إلى ماجد حسن، ماجد حسن مراقب متابع، الله الآن على قطع الكرة، سيف راشد رماها في المساحة أطول من اللازم، ينجح دفاع شباب الأهلي في إعادتها. يا سلام يا ماجد بهدوء، شباب الأهلي ماسك الكرة أكثر، شباب الأهلي عنده استحواذ أكثر، عنده وصول إلى منطقة جزاء الشارجة أكثر، لكن الفرص قليلة، الفرص قليلة. هذا كارتابيا لف ودار، كارتابيا وقف مرر، هيكل يتقدم، عبد العزيز ممكن الآن العرضية، وقف غير راية، عزيز جانييف يطلبها، إدواردو استلم، إدواردو سلم، شباب الأهلي الآن، شباب الأهلي الآن، التمريرة من ماجد إلى صنقور، عرضية، لكن الكرة سهلة، لا تنجح الكرات العرضية حتى الآن يا عبد العزيز. شوكروف يحاول، الشارجة عليه أن لا يكتفي بالدفاع، عليه أن يحاول أن يخطف كرة، أن يهدد، أن يصل، أن يسجل. أين ويلتون سواريز؟ يحتاجون إليك يا إيغور. كورنادو استلم، كورنادو تقدم، كورنادو انظر إلى الانقضاض. هذه لقطة توضح لك حال كورنادو، الحياة صعبة يا كورنادو. يا للقطة التي اختطفها ماجد وعزيز جانييف. الكرة العرضية من عبد العزيز ما زالت، كارتابيا من بعيد، تصويبة يا إدواردو. ليست هذه كرات كارليتوس، الكرة إلى خارج الملعب. لكن عيد اللقطة، عيد الافتكاك، عيد الافتكاك يا مخرج، عيد اللقطة اللي أبعد فيها ماجد حسن وعزيز جانييف في الكرة من أمام إيغور كورنادو. لقطة توضح لك لماذا تقتل كرات الشارجة المرتدة في بدايتها، في بدايتها. الأحاديث الجانبية بالتأكيد من جانب المسؤولين أيضا والقائمين في الكرة الإماراتية من اتحاد كرة ومن رابطة محترفين، وحضور أيضا راعي الحفل الكريم في هذه المباراة بكل تأكيد، وانتظار من يتوج، وانتظار الفائز، وانتظار حامل اللقب في هذه البطولة وهذه النسخة رقم 20 من نهائي السوبر. هل تكون خامسة لشباب الأهلي عبر تاريخه بالتأكيد بعد 4 بطولات سابقة، أن تكون ثالثة في تاريخ فريق الشارجة اللي سبق وأن فاز بلقب هذه البطولة مرتين سابقتين، مرة على فريق الشباب بهدفي العنبري يومها في ذلك الوقت وعلي ثاني في 93-94، ومرة في الموسم الماضي. لكن هيكل، لكن هيكل الله على شباب الأهلي الآن، الكرة أيضا بتتخلص، قد تأتي عرضية، قد تأتي هفوة. الشارجة يلعب بالنار، يدافع ويتراجع ويكتفي بذلك. انظروا إلى كارتابيا حكم المباراة وإتاحة الفرصة، لكن الآن يوقف اللاعب، أحد اللاعبين طايح على أرضية الملعب. سلامات يا ماجد، هذه اللقطة وهذه اللعبة وهذا الاشتراك اللي حدث، حمدان الكمالي وويلتون سواريز، سلامات إن شاء الله في اللقطة الماضية. هذا ويلتون سواريز واحد من أكثر اللاعبين أيضا والمهاجمين المشاغبين بين قوسين، واللي يشارك في التحامات، واللي يكون مزعج، واللي يحصل أيضا على الكثير من الفرص، واللي يحصل ويتمركز في الكثير من المواقع المناسبة. لكن هذا لم يحدث اليوم، هذا لم يحدث في مباراة اليوم، لأن في تركيز عالي من لاعبي فريق شباب الأهلي. أتحدث عن أدوار مهمة في نص الملعب لعزيز جانييف وللاعب ماجد حسن. هذا إيغور جيسوس، وهذه اللقطة، وهذا إيغور الآخر اللي هو كورنادو في اللقطة الماضية، وحمدان الكمالي في اللقطة اللي يتوقف فيها اللعب لكي يتلقى العلاج اللازم. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. معاب شوط المباراة الأول، شوف هذه واحدة من اللمحات الجميلة، معاب شوط المباراة الأول، ربما قلة الفرص الحقيقية وغياب الأهداف، و
كثرة أيضا الالتحامات والإصابات وتوقف اللعب في شوط المباراة الأول، صراحة صارت عدة عيوب في الشوط الأول، ولكن هذه مباريات الكؤوس يا كابتن. مهدي علي يعرف بأنها واحدة من مباريات الكؤوس، الكابتن عبد العزيز العنبري يعرف أيضا بأنها واحدة من مباريات الكؤوس، وفي مثل هذه المباريات ربما يكون التركيز على الفوز بأي أسلوب وبأي طريقة، على حساب الجماليات، على حساب المتعة، على حساب الفرص والأهداف. الكرة الآن تصل في مكان إلى عزيز جانييم، عزيز بيلعب الكرة في مكان شوط أول شباب الأهلي تقدر تقول أفضل، صحيح ما في فرص كثيرة حقيقية، لكن هو أفضل، هو ماسك، هو مستحوذ، الكرة تصل إلى خارج الملعب، فريق يشعرك بأن أتى إلى هنا لكي يحصل على الذهاب. الكرة تصل مرة أخرى باتجاه ميلوني، ميلوني إلى ويلتون سواريز، هل تكون كرة واحدة أولى كافية للشارجة؟ نشوف إيغور، نشوف كورنادو، عدا تصويبة قوية يا رب، متابعة مستحيل مع الشارجة، أحيانا كرة واحدة تكون كافية يا ماجد، كادت أن تمر كرة إيغور. شوف اللقطة، هذا أول مرور لإيغور ربما من عزيز، عرضية أو تصويبة قوية، شوف ماجد والتصدي، ويلتون والمتابعة، لكن بعد ذلك الكرة بتضيع، لكن هذه أول فرصة كانت للفريق الأبيض، لهذا البطل، لحامل اللقب، لسوبري كرة الإمارات الأخير بالتأكيد، فريق الشارجة اللي فاز في العام الماضي بهذا اللقب، ولكن بركلات الترجيح، رفع القدم على إدواردو، هناك خطأ على اللاعب الواضح في الصورة كارلوس إدواردو. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. هذه اللقطة الماضية وهذا اللاعب ميلوني، واللقطة اللي يحتسب عليها حكم المباراة على إثر خطأ. شباب الأهلي مشاهدين في بطولة الدوري، في بطولة الدوري تعثر في مباريات عديدة، تراجع بشكل كبير، يتواجد في مركز يبعد عن حسابات لقب الدوري، ولكن في كثير من الأرقام اللي لا تعبر بالتأكيد عن هذا الأمر، لا تعبر عن المركز اللي يتواجد فيه، لا تعبر عن فارق النقاط الكبير بالنسبة للشباب الأهلي، ولتشعر بأن الشباب الأهلي لديه بعدة أرقام مهمة جدا، من المفترض بأن يكون من خلالها في مركز وفي موقع مختلف تماما عما هو عليه، ولذلك لا يمكن لك بأي شكل أو بآخر أن تتوقع نتائج مباريات شباب الأهلي بالذات في مواجهته مع الفرق الكبيرة. شباب الأهلي تخيل رابع أقوى خط هجوم في بطولة الدوري بفارق 3 أهداف عن أقوى خط هجوم في بطولة الدوري، فريق شباب الأهلي أكثر من سدد في بطولة الدوري 175 تسديدة، خطأ لمصلحة إيغور. شباب الأهلي أكثر من سدد على المرمى ب 76 تسديدة، أكثر من حصل على ضربات ركنية، ثاني أعلى معدل تمريرات في الموسم، أكثر من مرر في ملعب المنافس، ثاني أعلى دقة تمرير، أكثر من استحوذ على الكرة، ثالث أكثر فريق بعدد المراوغات. تخيل أن كل هذه الأرقام تأتي لفريق يتواجد في المركز السابع في دورينا وبحسابات ربما مستحيلة في الفوز بلقب الدوري. كل هذه الأرقام تعطيك بأن مشكلة شباب الأهلي ليست مشكلة في الأدوات، ليست مشكلة في العناصر بقدر ما هي مشكلة ربما ذهنية، صاحبة تغيير المدربين، صاحبة عدم الاستعداد بشكل المثالي للدخول في الموسم، صاحبة أيضا عدم التوفيق في الخروج من بعض المباريات أيضا واستغلال الفرص التي تأتي. ولذلك شباب الأهلي يملك من الأرقام ما يستطيع من خلالها أن يقف على قدميه مرة أخرى، ولديه 3 كؤوس ينافس عليها، يريد أن يبدأ اليوم، ولكن عليه أن يمر عبر صاحبي هذا اللقب وحاملي هذه البطولة وبطل الشتاء في دورينا. ويا له من جبل، ويا له من جبل، ويا له من جبل عليهم تجاوزا وعبورا في مباراة ومساء هذا اليوم. الكرة بتتحول الآن إلى خارج الملعب، رمية تماس، لكن المدرب مهدي علي بعض التغييرات اللي شاهدناها
بعض الاعتماد على بعض اللاعبين. يحيى الغساني من اللاعبين اللي يحصلون على الثقة، حمدان الكمالي من اللاعبين اللي يحصلون على الثقة، كارلوس إدواردو يتحسن مستواه في الأسابيع الماضية على مستوى الصناعة والفرص والتسجيل، بعض الأمور اللي نشاهدها. والآن ماجد حسن في نص الملعب، يحيى الغساني يقول يطلب الكرة، الله على المرور، ماجد عدى، ماجد تقدم الآن مع عبد الباسط، مراقب ممتاز عبد الباسط في قطع الكرة، ولكن حكم المباراة يشير إلى خطأ لمصلحة ماجد حسن. باقي نصف دقيقة مشاهدينا على الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. هل الشوط الأول كان شوط بالمستوى المنتظر والمتوقع؟ طبعا لا، طبعا لا، كنا نتوقع ما هو أفضل، ما هو أجمل، الفريقين يملكان ذلك، وما زلنا نأمل أن يحدث ذلك في شوط المباراة الثاني، حتى وإن كنا نتفهم ما يحدث في شوط المباراة الأول من حذر، من تكتيك، من مباراة بطابع الكؤوس. الآن خطأ حمدان الكمالي على تنفيذ الخطأ، الخطأ من مسافة بعيدة، دقيقتين كوقت بدل ضايع. حمدان في البداية كان يفكر في التمرير شوي، شاور نفسه، شاف الوقت بدل الضايع، قال أجرب حظي. من بعيد يا حمدان، من بعيد يا حمدان، تصويبة قوية، ولكن الكرة تصل إلى حارس المرمى، ارتطمت، قلت قوتها الكرة، بعد ذلك بتصل إلى حارس المرمى عادل الحوسني في شوط أول من هذه المباراة النهائية من هذا السوبر الذي يأتي بعنوان شيتانا سوبر. حتى الآن التعادل سلبي بين الفريقين الكبيرين، بين ثاني أكثر فريق حصولا على الكؤوس والألقاب في كرة الإمارات شباب الأهلي اللي عنده 25 بطولة، وبين ثالث أكثر فريق حصولا على الألقاب والكؤوس واللي هو فريق الشارجة واللي عنده 17 لقب و17 بطولة، ويظل بالتأكيد فريق العين هو أكثر فريق حصولا على الكؤوس والألقاب ب 33 بطولة في تاريخ الزعيم. الكرة بتتحول، إيغور تصويبة، الكرة مقطوعة، عادت إلى الكارت أبيض، سلم ودار، وقف، سيطر، ينتظر، تأخر، الكرة تأخر فيها كارت أبيض أكثر من اللازم، زحمة لاعبي الشارجة، تواجد الكثرة الدفاعية في الخلف، التأمين بالنسبة للمدرب عبد العزيز العنبري يستمر، والكرة العالية، صنقور يقطع الطريق، ماجد يبدأ الطريق، يحيى من أجل ربما آخر كرات الشوط الأول، كارت أبيض بالكعب إلى هيكل، ممكن العرضية، عرضية بتعدي وتصل بعد ذلك إلى شوكروف، شوكروف والكرة المرتدة، سيف راشد يطلب الكرة، وبجانب أيضا حكم المباراة اللي يطلب. شكرا للزميل أسامة الأميري، شكرا للكابتن زبير بيا، شكرا للكابتن خالد بيومي. عودة مع حضراتكم مشاهدينا متابعينا في شوط المباراة الثاني لنهائي السوبر في النسخة رقم 20 على مستوى تاريخ هذه البطولة، وبالتأكيد في البطولة والنهاية الذي يبحث فيه شباب الأهلي عن لقب خامس في تاريخه، بينما يبحث فريق الشارجة عن لقب ثالث في تاريخه على مستوى نهائيات السوبر. شوط أول تركناه ينتهي بين الفريقين بالتعادل السلبي، لم يحمل الكثير حقيقة شوط المباراة الأول على مستوى الفرص ولا على مستوى الأهداف، كانت هناك رغبة من شباب الأهلي استحواذ أكثر، وصول إلى منطقة جزاء الشارجة لكن بفرص قليلة جدا. انظر إلى أحد الغيابات، كايو أو الموجود في دكة البدلاء، لكن فريق الشارجة يفتقد بشكل أو بآخر في مباراة اليوم، وقد يكون أحد الحلول القادمة. شوط المباراة الثاني إيغور كورنادو لم يظهر في الشوط الأول سوى في لقطة واحدة فقط تصدى لها ماجد ناصر، بينما ولتون سواريز الآن، والكرة ثابتة لمصلحة فريق الشارجة، قد تكون واحدة من الحلول، كرة عرضية لكن الكرة أيضا بتتخلص، ما نشايف أي تغييرات ولا تبديلات، المدربين أيضا بنفس الأسماء اللي بدأت وأنهت شوط المباراة الأول. كرة من يحيى الغساني طويلة إلى كارلوس إدواردو، ولكن ميلوني أقرب لهذه الكرة. نذكر السادة المشاهدين، يغيب عن شباب الأهلي هيلدون راموس ولا يبدأ مع فريق الشارجة كايو ولا ماجد سرور بالنسبة للمدرب عبد العزيز العنبري. الآن نشوف أو كايو واللاعب الوان، اللاعب المقيم اللي يغيب عن تشكيلة هذه المباراة.
والتي نعيش مع حضراتكم تفاصيل شوطها الثاني، على أمل بأن يكون مختلفا، على أمل بأن يقدم فيه الفريقان ما يبقى في ذاكرة هذا السوبر، على اعتبار بأن هناك الكثير من المباريات السابقة على مستوى بطولة السوبر التي لم تنتهي بالنتيجة السلبية، لكن النتائج السلبية، آخر نتيجة سلبية في نهائي السوبر كانت في 2013-2014 يومها طبعا كانت في الموسم الماضي، ولكن قبل ذلك أيضا في 2013-2014 الأهلي بطل بركلات الترجيح على حساب العين. والآن نشوف ونتابع مجريات شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. حمدان الكمالي، هذا سيف راشد يحتاج على القرار. شوط المباراة الأول ما كان فيه فرص كثيرة للشارجة، ما كانت فيه محاولات مرتدة، نجح فريق شباب الأهلي في قطع أغلب الكرات، أدوار كانت مهمة في نص الملعب. الكرة بتتحول من جديد باتجاه وليد عباس، وليد عباس بيرسل الكرة إلى يحيى الغساني. الله على التشيك اوت، على الانطلاق، على التقدم، ممكن العرضية، يكسب من خلالها ضربة ركنية شاهين عبد الرحمن في التغطية. هذا يحيى الغساني اللاعب الشاب اللي يحاول بالحل الفردي، مر فيها من الأول، حاول إرسال كرة عرضية، الكرة تصطدم وبتتحول إلى ضربة ركنية لمصلحة فريق شباب الأهلي. الكرات الثابتة هل تأتي بالحلول؟ دقائق أولى، هل يشعلون من خلالها أجواء الشوط الثاني بشكل مبكر؟ عزيز جانييف اختصاصي الكرات الثابتة بالنسبة لشباب الأهلي، بيرسل كرة عرضية رأسية متابعة قوية لكن بعيدة يحيى، بعيدة يا غساني، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. المدرب الواضح في الصورة الكابتن مهدي علي يريد أن يكون مدرب آخر يقود شباب الأهلي لهذا اللقب بعد إيفان هاشك الذي حصل للنادي الأهلي بالتأكيد على لقب السوبر الأول في تاريخ النادي، وبعد ذلك المدرب والسيد أولاريو كوزمن الذي فاز مع النادي الأهلي بثلاثة ألقاب سابقة على مستوى بطولة السوبر، ويعتبر كوزمن أكثر مدرب حصل على لقب السوبر في التاريخ أربع مرات سابقة في التاريخ، وواحد من أكثر المدربين الذين حققوا ألقابا مهمة جدا على مستوى بطولة الدوري سواء مع فريق العين أو مع فريق النادي الأهلي. لكن مهدي يبغي بعد إيفان هاشيك، يبغي أيضا بعد كوزمان. شباب الأهلي لم يسبق له أن حصل على السوبر بالمسميات القديمة كلها الأربعة في عهد الاحتراف، كلها الأربعة في عهد الاحتراف. هل خامسة تصبح اليوم وفي هذه الليلة وفي هذه الأمسية؟ لا بد من التسجيل. كارتابيا بيرسل الكرة في مكان، هيكل يعود بالكرة في مكان ماجد أقصى اليسار، سيف راشد والتغطية، الكرة بترجع باتجاه يحيى الغساني. يحيى الغساني بيلعب الكرة إلى وليد عباس، وليد عباس بيرسل الكرة إلى ماجد. شوف شباب الأهلي بعرض الملعب، شوف النقلات، شوف البحث بالتأكيد عن البينية، عن المساحة، عن الثغرة. كارتابيا بيلعب الكرة إلى هيكل، لو عدك، لكن التغطية تأتي من سالم سلطان. هيكل من جديد، كارتابيا يحاول لعب على لاعب، ممكن العرضية باتجاه المرمى، عادل يبعد هذه الكرة. يحيى من جديد، وليد عباس المدافع المتقدم، عزيز جانييف، ولكن الكرة بعيدة يا عزيز. الكرة تتحول، خمس دقائق لم تتغير رغبة شباب الأهلي. يا مهدي المدرب الواضح في الصورة بالنسبة له يحتاج إلى لقب بعد فترة من التوقف عن التدريب في السنوات الماضية، يحتاج أيضا إلى لقب يعيد الثقة بالنسبة للاعبين لشباب الأهلي. البطولة فيها حل للمشاكل العديدة بالتأكيد اللي تكون حاضرة واللي تكون موجودة واللي تكون متراكمة بعد أسابيع سابقة بالتأكيد. السحر، مفعول السحر يكون للقب في حل الكثير من هذه المشاكل، لكن لا بد من لقب. لا تقوم الأمور بحل نفسها أبدا، لا بد من حل يا كابتن. الآن نشوف ونتابع مهدي علي في شوط ثاني يحاول، والمدرب بالتأكيد عبد العزيز العنبري بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. هذا 99 إيغور
جيسوس مهاجم شباب الأهلي وثاني هداف في دورينا، لاعب يملك القوة البدنية، لديه الإمكانيات، ما تهيأت له فرص في مباراة اليوم، مراقب متابع من قلبي دفاع الشارجة وأيضا بمساندة من شوكروف، بمساندة من محمد عبد الباسط، ولذلك المساحات ليست موجودة، الفرص ليست كثيرة. عزيز جانيه اختصاصي الآن على كرة ثابتة، ممكن إرسال كرة عرضية، هل يأتي الحل من مثل هذه الكرات؟ هل يرتقي كارلوس إدواردو في كرة أم وليد عباس أمي جورجيسوس المتقدمين؟ الآن عزيز جانيه بيرسل كرة عالية، إدواردو رأسية، المتابعة تأتي، الاصطدام، كارتابيا من جديد، شباب الأهلي مسيطر موجود في ملعب الشارجة، ولكن الكرة بتبعد والكرة أيضا بتتخلص. هذا كارتابيا وهذه اللعبة الماضية وهذا الخطأ، أكثر من لقطة شاهدنا فيها كارتابيا وإيغور كورنادو وفي صراع أيضا على الكرة. الآن الكرة ثابتة لمصلحة فريق الشارجة، هذا الأسلوب اللي يطمعك في المباراة، اللي يخليك تترك ملعبك وتتواجد في ملعبه أكثر، ولكن بعد ذلك نشاهد كرات مرتدة، ممكن في الأوقات القادمة تكون بعض الأوراق الموجودة أبرزها كايو يكون أحد الأوراق الرابحة بالنسبة لي المدرب عبد العزيز العنبري، كتغيير قد يكون محتمل في شوط المباراة الثاني، نشوف ونتابع. الكرة اللي تصل باتجاه حمدان الكمالي، حمدان الكمالي بيرسل الكرة إلى محمد مرزوق، الكرة بتعود من مرة أخرى من هيكل مقطوعة، عادت بعد ذلك مرة أخرى إلى عبد الباسط، نقل الكرة أقصى الجهات اليمنى إلى علي الضنحاني، وصلت بعد ذلك إلى شاهين، نقلات إلى الخلف، الكرة بترجع من جديد. شوف شباب الأهلي لما يخسر الكرة، شوف شباب الأهلي ماذا يفعل عندما يخسر لاعبو الكرة. الآن الضغط بدأ من إيغور جيسوس، من إدواردو يضغطون، ولذلك على طول يستعيد شباب الأهلي الكرة. ماجد من جديد، ماجد يتقدم في نص الملعب، يحيى الغساني مراقب متابع وسطرين، حاول يمر بالحل الفردي لكن الثلاثة بعد ذلك ماجد ودخول قوي في اللقطة الماضية، ونشاهد سيف راشد هدو شوي في شد وانفعال في اللقطة الماضية، حكم المباراة الآن في حديث، ممكن يكون أيضا في حديث مع الحكام، شايف هذه اللقطة، حتى الآن اشتراك مع يحيى الغساني، حتى الآن اشتراك، ولكن شايف هذه اللقطة من ماجد حسن، واللقطة الماضية ما كان لها داعي حقيقة من ماجد حسن، محاولة إبعاد الكرة، وبعد ذلك قدم أيضا تصطدم بقدم اللاعب سيف راشد، حكم المباراة حمد علي في حديث مع سيف راشد اللي يحتاج، وبعض هذه اللقطات، بعض هذه الحالات ممكن أيضا تكلف اللاعب خطأ أو تكلف كرت مجاني. الآن سيف راشد في حديث مع حكم المباراة أيضا اللي يحاول بالتأكيد أن يقود هذه المباراة إلى بر الأمان، ونتمنى أيضا بأن لا تخرج عن النص بأي شكل من الأشكال. رمية تماس تنفذ، هنا الصراع اللي كان موجود، وهنا الالتحام الأول، وبعد ذلك محاولة الإبعاد، لكن اللقطة الماضية أيضا فيها تهور من ماجد، والكرة بتتحول بعد ذلك إلى رمية تماس لمصلحة فريق الشارجة. هذا حكم المباراة، 10 دقائق مرت من زمن شوط المباراة الثاني، المباراة التي لا تحمل الفرص ولا تحمل الأهداف، طبيعي جدا بأن تحمل الأخطاء، طبيعي جدا بأن يزداد فيها الشد والتوتر والأعصاب، بأن نشاهد بعد ذلك الكروت، وربما نشاهد بعد ذلك الكرت أحمر. الكرة بالطول وبتتحول إلى خارج الملعب رمية تماس، لكن ما زلت عند رأيي أن في 55 دقيقة الشارجة اكتفى بالدفاع حتى الآن، الكرات المرتدة والطريقة اللي يحاول فيها حتى هذه اللحظة غير موجودة، غير مقنعة، كورنادو يكاد أن يكون مختفي في هذا السوبر حتى هذه اللحظة. الكرة بتصل من جديد في مكان إلى إدواردو، مرة أخرى تعود الكرة ما فيها تمريرة، ولكن أيضا الكرة بتتخلص، كرات مقطوعة ومحاولات الآن من ماجد، ماجد بيرسل الكرة إلى كارتابيا، كارتابيا يتقدم، بيرسل الكرة بينية، عدت إلى إيغور جيسوس، هذه خطرة ممكن يعدي، ولكن الله على التغطية، شاهين في الوقت المناسب، إيغور جيسوس فكر بالحل الفردي، لكن الكابتن شاهين، واللي بالمناسبة شاهين عبد الرحمن يريد أن يكون ثالث أو ثاني كابتن بعد إبراهيم صالح اللي رفع كأس السوبر
لفريق الشارجة في المرة الأولى في 93-94. شاهين نفسه كان الكابتن اللي رفع هذه البطولة في الموسم الماضي. الآن كرة ثابتة، كم ضربة ركنية، كم كرة ثابتة حصل عليها فريق شباب الأهلي. كل هذه الإحصائيات بالتأكيد لن توثق إلا إن ترجمت إلى أهداف عرضية تأتي، ولكن الكرة أيضا بتتخلص. عزيز يرسلها، شو كروف بالتأكيد مواطنة، هو من يتصدى، هو من يبعد هذه اللقطة إلى ركنية أخرى من جديد لشباب الأهلي. يريد شباب الأهلي في أن يكون في أصعب مواسم سوبر، في أن يكون موجودا في حسابات الموسم ولو من بوابة الكؤوس. عزيز جانييف الآن، عزيز جانييف الآن يتقدم في كرة ثابتة عرضية، ولكن على القائم القريب، مرتدة للشارجة. لكن انظر انظر عزيز، يا سلام على الانقضاض، ابعاد لهذه الكرة، هيكل يعيدها إلى ماجد ناصر. ماجد ناصر بدوره بيرسل الكرة طويلة وعالية، عبد الباسط في نص الملعب، الضغط بعد ذلك من شباب الأهلي، محاولة استعادة الكرة، الآن التمريرة، الآن ويلتون سواريز المزعج، لكن حمدان في التغطية، حمدان في التغطية، هذه ضربة ركنية لمصلحة فريق الشارجة، هذا حمدان الكمالي. اللي يبعد الكرة في اللقطة الماضية إيغور كورنادو في تنفيذ كرة ثابتة. نقترب مشاهدينا متابعينا من مرور ساعة كاملة على زمن هذا السوبر وعلى توقيتي هذا النهائي. الآن نشوف ونتابع إيغور كورنادو على تنفيذ الضربة الركنية. في لاعب 2 3 4 5 لاعبين من الشارجة ينتظرون ينتظرون عرضية بتعدي، ما زالت قوية، تصطدم متابعة، ولكن أيضا الكرة بتتخلص، الكرة بتتخلص. شوكروف يضغط، الشارجة يحاول في الجهة اليسرى في هذا الملعب، الكرة مرة أخرى من جديد من جديد، حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. شوف اللي خلص الكرة مين، إيغور كورنادو، الكل يضغط، الكرة بترجع الآن مرة أخرى، رتم أسرع في شوط المباراة الثاني، رغبة أكبر، إدواردو إلى كارتابيا، ممكن نقل الكرة، ممكن تغيير الاتجاه، عادت بعد ذلك إلى ماجد حسن في نص الملعب، بيرسل الكرة باتجاه عبد العزيز هيكل، عبد العزيز هيكل بيرسل الكرة في مكان باتجاه وليد عباس. ساعة كاملة مشاهدينا مرت من زمن هذا النهائي، التعادل السلبي مستمر، هل نصل إلى ركلات ترجيح وأشواط إضافية أم أنه نهائي الهدف الواحد وأي هدف سيكون، أم أن الأمور تختلف فيما تبقى. إدواردو في نص الملعب بيرسل الكرة في مكان باتجاه ماجد حسن، ماجد حسن يحاول، الفرص الحقيقية ليست موجودة، لكن هذه محاولة، هذه فرصة، الكرة بتتهيأ، ممكن العرضية، كارتابيا بالحل الفردي بيرسل الكرة إلى عزيز، عزيز في مكان إلى وليد عباس، وليد عباس بيلعب الكرة باتجاه عزيز جانييف، ممكن تغيير الاتجاه. تخيل أن الشارجة كلها في ملعبه، حتى ويلتون سواريز يدافع في هذا التوقيت، الكرة بالطول على هيكل، لكن تصل بعد ذلك من جديد في نص الملعب عن طريق اللاعب عبد الباسط. إيغور لمسة، شوكروف لمسة، إيغور لمسة، يتقدم، يرسل الكرة، ماجد حسن قاطع الطريق أمامك يا إيغور، سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله. لقطة أخرى يفوز بها ماجد حسن في هذا التوقيت. شوف هذه الكرة وهذه اللعبة، ما كان في اشتراك، فقط توازن اللي هو إيغور كورنادو من هذا المكان. راح نشوف هذه اللقطة وهذه اللعبة وهذا سقوط إيغور. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب، حكم المباراة الآن ورمي التماس لمصلحة فريق الشارجة. ميلوني على التنفيذ، خالد بوزير، إعادة الكرة أيضا، روح رياضية مستمرة بالتأكيد. لا شك بأن الصراع بين الفريقين أيضا يزداد في السنوات الماضية، ولا شك أيضا بأن فوز شباب الأهلي وتفوقه في بطولة كأس رئيس الدولة، تلك البطولة التي كان فريق الشارجة بالتأكيد ملكا لعرشها بثمانية ألقاب،
نجاح شباب الأهلي في تجاوزه ووصوله إلى اللقب التاسع وانتزاع ذلك العرش بالتأكيد أيضا ضاعف من إثارة لقاء الفريقين والتنافس الكبير بين جماهير الفريقين. والآن نشاهد كارلوس إدواردو بيرسل الكرة، الآن يتقابلان على كأس مختلفة، ليست كأس رئيس الدولة ولكنها كأس السوبر، أولى بطولات هذا الموسم التي تستعد بها رابطة المحترفين لموسمها لأن تبدأ بالتأكيد أولى وتقدم أولى أبطالها في هذا الموسم. قبل قليل اللقطة كانت على المدرب العنبري، مدرب عبد العزيز العنبري يتذكر بأنه في موسم 93-94 نهائي السوبر على الشباب، يومها كان صغيرا في عمر 17، في تلك المباراة فاز الشارجة بهدفين نظيفين، كلاعب صاعد فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة وقيمتها يومها 5000 درهم، تسلمها أيضا من الشيخ عبد الله بن زايد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت. الآن هو المدرب الوحيد الذي فاز بهذه البطولة لاعبا ومدربا، ولم يكتفي بذلك بل سجل في نهائي السوبر هدف من الأهداف اللي سجلها الشارجة على فريق الشباب في ذلك الوقت. الكرة بتتحول من جديد، الكابتن مهدي علي لم يسبق له الفوز بلقب السوبر على مستوى اللاعبين، الكرة بتتحول يريد أن يفوز فيها كمدرب، الكرة بتصل إلى خارج الملعب رمية تماس، لكن أرقام تستحق التحية والتقدير، الثبات اللي نشاهده بالنسبة للمدرب عبد العزيز العنبري في السنوات الماضية، الأرقام الكبيرة 94 مباراة في الدوري يقود فيها فريق الشارجة، 51 فوز 25 تعادل، تتكلم عن نسبة عالية جدا، تتكلم عن حصول على لقب الدوري، الفوز بالسوبر، الآن بطل الشتاء، في ثبات كبير، في استمرارية، في منظومة واضحة، في عمل، في بصمة، في أرقام كبيرة تخص المدرب عبد العزيز العنبري. ومع ذلك كان شباب الأهلي أكثر فريق يتعب الكابتن عبد العزيز العنبري مقارنة بمواجهات الشارجة مع الفرق الأخرى الكبيرة. ماجد حسن في نص الملعب فيها صافرة وخطأ، يعني في 9 مواجهات للكابتن عبد العزيز العنبري مع شباب الأهلي 3 فوز 3 تعادل 3 خسارة. أكثر فريق تستطيع أن تقول بأن عاند الكابتن عبد العزيز العنبري في المواسم الماضية كان شباب الأهلي. رمية تماس، بينما نشاهد سيطرة العنبري في المواجهات الأخرى مع الفرق الأخرى، كرة ترجع باتجاه عبد العزيز الهيكل. حتى في هذا النهاية حتى الآن فريق شباب الأهلي ما زال يملك ويقدم أفضلية عليه إثباتها بترجمة وصوله واستحواذه وتحكمه. كرة ترجع باتجاه وليد عباس، وليد عباس بيرسل الكرة إلى حمدان الكمالي، حمدان الكمالي يعود بالكرة إلى محمد مرزوق، محمد مرزوق بيرسل الكرة باتجاه عزيز جانيف، عزيز جانيف في الجهة اليسرى إلى حمدان الكمالي، حمدان إلى كارلوس إدواردو، مراقب متابع الشارجة يدافع عن لقبه، يدافع عن بطولته، يدافع بالتأكيد عن موسمه. الكرة تصل إلى كارتابيا، كارتابيا اللي يتقدم، كارتابيا الكرة معاه يبحث الآن عن زميل أقصى اليسار، يرسل الكرة إلى وليد عباس، ممكن العرضية، عرضية رأسية لا تأتي، المتابعة بعد ذلك من جديد ماجد حسن، يا سلام على تغيير الاتجاه، عزيز جانيف يبحث عن زميل لشباب الأهلي، السيطرة التحكم وصلت للقدم اليسرى الرقم 10، ممكن عزيز، ممكن العرضية، إيغور يرتقي، دربكة مستمرة، الكرة تسقط وحكم المباراة يشير إلى خطأ، سلامات إن شاء الله لاعبي فريق الشارجة طايحين على أرضية الملعب. هذه العرضية الأولى، لكن إيغور جيسوس في اصطدامة مع المدافع ربما علي الضنحاني، وبعد ذلك الحكم يشير ربما إلى خطأ لمصلحة فريق الشارجة. هذا الكابتن شاهين، هذا إدواردو اللي يحاول أيضا بأن يصبح مهاجم آخر في الكرات العرضية والكرات المرسلة. شاهين عبد الرحمن يتلقى أيضا إصابة في هذا التوقيت، علي الضنحاني هو الآخر، الجهاز الطبي يدخل إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني، سلامات إن شاء الله، لا نتمنى إصابة أي لاعب من اللاعبين. لقطة علوية بالتأكيد في مباراة ننتظر من يصعد إلى منصتها، المنصة التي ستكون أيضا واحدة من المفاجآت التي يقدمها وتقدمها رابطة المحترفين في حفل تتويج
ستكون للفاز بلقب بطولة السوبر. وكما ذكرت حتى هذه اللحظة في هذه المباراة اللي ما زلنا نشاهد فيها هذا التحفظ وهذا الحذر وهذه التصويبة وهذا التصدي اللي يبعد ماجد حسن في اللقطة الماضية لكرة كانت عن طريق اللاعب شوكرو، واحدة من الفرص القليلة لفريق الشارجة في شوط المباراة الثاني. النصر كان أول بطل لهذه البطولة في 89 في استاد راشد أيضا بالنادي الأهلي يومها في تلك المباراة، فاز بركلات الترجيح على حساب الشارجة في ذلك النهائي بعد أن انتهت تلك المباراة بالتعادل 0-0. الآن في هذا النهائي حتى الآن ممكن أن تصل الأمور إلى أشواط إضافية. ويلتون سواريز يظهر في لقطة يحاول بالحل الفردي، طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب. ويلتون سواريز الصفقة التي أعادت بالتأكيد الحياة لويلتون سواريز من جديد بعودته مرة أخرى لفريق الشارجة في هذا الموسم، لم يكتفي بذلك، الآن في الدور الأول يتصدر لقب هدافي الدوري برصيد 11 هدف متفوقا على جيسوس وعلى أيضا مهاجم فريق بنياس بالتأكيد بيدرو. الكرة تتحول الآن جواو بيدرو والكرة تصل باتجاه سيف راشد ولكن وليد عباس يبعدها والكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس حتى لما في تغييرات ما في تبديلات ما في تدخلات من جانب المدربين، ولا نشوف الكرة اللي بتتخلص والكرة اللي بتعود. كارلوس إدواردو في نص الملعب يكسب خطأ اللاعب اللي بدأ قصة العشق والحب بالنسبة له بقميص الهلال من مباراة سوبر يومها، كانت تلك المباراة في لندن وذلك السوبر الذي جعل من إدواردو ملقبا باللندني. هدف في تلك المباراة يقتحم من خلاله قلوب جماهير الهلال، لم يعرف وقتها بأنه سيصبح بعد ذلك أعظم هداف أجنبي لفريق الهلال قبل أن يأتي جوميز ويحطم رقمه في هذا الموسم ويتجاوز حتى هذه اللحظة. ولكن حتى ولو كسر الرقم سيظل بالتأكيد يحمل مكانة كبيرة جدا في قلوب عشاقه الهلال على السنوات التي قضاها وقياسا بما حقق من ألقاب وتواجد ومشاركة في كل ما يتمناه لاعب كرة القدم مع النادي. يا الآن الكرة تصل باتجاه الغساني، يحيى الغساني الحل الفردي وسط لاعبين، شوف العودة شوف الثلاثة، الآن الكرة تصل إلى وليد عباس الشارجة الكل يعود حتى إيغور كورنادو عليه واجبات دفاعية، حتى أنت يا ويلتون عليك واجبات دفاعية. هكذا نشاهد مع الكابتن عبد العزيز العنبري، الكرة تصل في التمريرة، عزيز جانييف يرسل الكرة إلى وليد عباس، ماجد والبينية، كارتابيا يفقد توازنه في توقيت صعب، لكن انظر إلى ماجد، يا لها من معركة حتى الآن تتفوق فيها يا ماجد على إيغور، إنه يرهق كورنادو على غير العادة، إيغور كورنادو ينهض وكأنه يقول لم تنتهي المعركة بعد، ما زالت هناك أوقات. وليد عباس بيرسل الكرة في مكان إلى حمدان الكمالي، حمدان الكمالي والبينية، كارلوس إدواردو بيحافظ على الكرة، يتقدم تحرك إيغور، الكرة تصل إلى كارلوس إدواردو، يا سلام الله على اللقطة، الله على السوبر، الكرة يقاتل عليها، إن سجلوا لن ينسوا مجهود إدواردو يا يحيى، مستحيل اللقطة. فرصة يبذل فيها إدواردو الكثير من المجهود، إيغور عرضية بتجلي من يحيى، سيف راشد يحاول ولكن انظر إلى عزيز جانييف، خط وسط فريق شباب الأهلي ينجح في قطع الكرات واستعادتها والمحاولات الآن، والكرة من ماجد اللي بدوره بيرسل الكرة ولكن هناك خطأ يحتسبه ربما. شوف هذه اللقطة، شوف إدواردو يضغط والكرة تعود إلى إيغور، شوف إيغور والبينية، يحيى الغساني الكرة بتجلي والفرصة بتضيع، تعود الكرة من كورنادو، سيف راشد في الجهة اليمنى، الشارجة هل يعطينا وجه هجومي في الدقائق الأخيرة في هذا التوقيت يا ساحر؟ إيغور استلم مراقب لكن الكرة مقطوعة،
شكرا من جديد. ولكن الكرة أيضا بتتخلص. أين هجوم الشارجة؟ أين وجهه الهجومية؟ الكرة مقطوعة من إدواردو، عادت بعد ذلك إلى ماجد. وليد عباس استلم، ماجد حسن لبناء الهجمة، عزيز جانيين لاصطناعتها، تمريرة في مكان إلى كارتابيا، إدواردو خد مكان، إيغور يطلب الكرة، يحيى أقصى اليسار، ممكن الأرضية، أرضية، يا سلام يا إيغور، كارتابيا في مكان عرضية، مستحيل، مستحيل، يا لها من فرصة، إنهم يهدرون والشارجة قد يعاقب، إنهم يهدرون ومع الشارجة قد تندم، قد تندم على هذه الكرة. فرصة بتضيع لإيغور جيسوس، لكن رتم أسرع في الشوط الثاني، محاولة تأتي والكرة مرة أخرى. انظر إلى ماجد حسن، ما شاء الله، ما شاء الله، الأدوار في نص الملعب، ماجد حسن اللي يتقدم، اللي يحاول، بينية إلى كارلوس إدواردو، كارلوس إدواردو بيرسل الكرة في مكان باتجاه كارتابيا، ما زالت في الملعب، ما زالت في الملعب، كارتابيا هيكل، كارتابيا لشباب الأهلي، مسك الملعب، تحكم الآن، فرش في أرضية الملعب، مستحوذ، ممكن البينية، يا لعيب يا كارتابيا حافظ عليها، إدواردو، عزيز جانييف، ممكن تغيير الاتجاه، الكرة تعود إلى ماجد بين القمصان الحمراء، محاولة لتجاوز الخط الأبيض، هذه العرضية، هيكل وقف، سيطر، عادت الآن نقلات، شوف الآن ماسكين الكرة، الكرة في ملعب واحد، بقميص واحد، من فريق واحد، ماجد يا سلام، بحثاً عن الرقم واحد كارتابيا، ولكن ميلوني في التغطية، والكرة بتتحول من جديد. هذه أوقات، هل تستثمر؟ هذه أوقات، هذه لحظات، هذه الآن حالة فريق شباب الأهلي يتفوق فيها بشكل واضح جدا. عودة فريق الشارجة إلى الخلف، الله على المرور، ممكن العرضية، ولكن أطول من اللازم، أطول من اللازم. يقولون تعلم أن تضرب حين يسمح خصمك بذلك، تعلم أن تضرب حين يسمح خصمك بذلك، وبالتأكيد فريق الشارجة لا يسمح بذلك طوال الوقت. الكرة بتصل باتجاه شكروف، شكروف في نص الملعب، بيلعب الكرة إلى عبد الباسط، سلامات، سلامات، اصطدام، كارتابيا، حكم المباراة يشير إلى ماذا؟ الآن خطأ، هذا حكم المباراة حمد علي. وباقي ربع ساعة مشاهدينا متابعينا، تقريبا على الوقت المتبقي في شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء، هذا الشوط وهذا اللقاء اللي كان استمرار للشوط الأول حقيقة، مع بعض الأفضلية أيضا لشباب الأهلي، لكن يبدو بأن اللاعب كارتابيا يحتاج إلى تدخل الجهاز الطبي، ويبدو بأن الورقة الرابحة ستكون في هذا التوقيت. إنه كايو يستعد للدخول، هذا اللاعب الذي ينتظر بالتأكيد المدرب عبد العزيز العنبري بأن يعطيه الحل في مثل هذا التوقيت من المباراة. دائما نقول عندما تكون قيمة الأهداف أكثر من غيرها، ابحث عن كايو في الوقت الذي قد يكون هناك تغيير في الجهاز الفني بالنسبة للمدرب مهدي علي. أيضا ماجد السرور هو الآخر سيكون هو البديل القادم، تغييرين دفعة واحدة بالنسبة للمدرب عبد العزيز العنبري. خالد بوزير سيخرج ويترك مكانه لكايو في نص الملعب. سنشاهد اللاعب سيف راشد هو الآخر سيترك مكانه لماجد السرور، وبالتالي خالد بوزير وسيف راشد، هذه الأسماء اللي شاركت في مباراة اليوم. تغييرات من جانب المدرب عبد العزيز العنبري بعد أن شاهد سيطرة، وضوح سيطرة شباب الأهلي بشكل أوضح، خطورة، تهديدة، كان لابد الآن من تدخل، كان لابد من محاولة البحث عن علاج لهذا الأمر قبل أن يسجل شباب الأهلي، قبل أن يترجم هذه الأفضلية. الآن يتدخل المدرب عبد العزيز العنبري. باقي ربع ساعة في هذه المباراة بالنسبة لفريق الشارجة، كون لم يهاجم لا شك بأن النتيجة بالنسبة له جيدة، وستكون أفضل إن ترجم هذه الكرة عرضية، ماجد السرور، الكرة بتعدي، عادت مرة أخرى والكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس. هذا كايو، حضور أول، محاولة فيها كرة عرضية من كايو، ولكن محمد مرزوق
من جديد الكرة بتتخلص، عادت إلى يحيى الغساني، لمسة من يحيى إلى إيغور جيسوس، هفوة إيغور خطفها بالقوة، ولكن شاهين يتصدى لهذه اللقطة واللعبة الماضية. سلامات إيغور جيسوس. هذا شاهين حكم المباراة يحتسب إنذار ويرى بأن اللقطة الماضية فيها تهور. سلامات إن شاء الله. هذا شاهين، هذا حكم المباراة حمد عليم، والاحتجاج في اللقطة الماضية وهذه اللقطة والدخول اللي كان من جانب شاهين عبد الرحمن. شاهين عبد الرحمن صراع بدني، دفاع قوي، اصطدام قدمه بقدم اللاعب ايضا إيغور جيسوس. يرى حكم المباراة بأن اللعبة كان فيها تهور وأنها تستحق على كرت أصفر في اللقطة الماضية. وشايف هنا شاهين ما زال الحديث مستمر مع حكم المباراة. كثرة الأحاديث أيضا غير مفيدة، يطلب أيضا تدخل الحكم يشوف الفار. هذا يحيى الغساني في هذا التوقيت يترك مكانه للاعب محمد جمعة، محمد جمعة الملقب ببيليه الذي سيشارك الآن في هذا التوقيت كتغيير مكان يحيى الغساني، اللي نستطيع أن نقول بأن في شوط المباراة الثاني لم يقدم الكثير، لم يظهر أيضا بخطورته، تهيأت أمام فرصة لم يستغلها. الكرة باتجاه محمد جمعة اللي يحاول فيها، ولكن الكرة بتتخلص والكرة بتبعد إلى خارج الملعب. إثارة في شوط المباراة الثاني مستمرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. علي الضنحاني في هذا التوقيت أيضا، وهذه اللقطة وهذا الاشتراك وهذا الصراع البدني وهذا الدخول اللي كان من جانب محمد جمعة ممكن يكون في اشتراك ما كان غير مقصود، لأن قطع الكرة بقدم اليسرى، اصطدمت قدم اليمنى بعد ذلك بعلي الضنحاني. واللقطة الماضية سلامات إن شاء الله لعلي الضنحاني، سلامات إن شاء الله، يتلقى العلاج اللازم. مباراة كان فيها سقوط متكرر، كان فيها التحامات وإصابات كثيرة، مباراة تذكرنا ببعض مباريات السوبر اللي شاهدناها حقيقة في السنوات القريبة واللي انتهت أيضا بالتعادل السلبي. نتذكر في الموسم الماضي لقاء الفريقين، نتذكر في 2014-2015 مباراة انتهت بالهدف الواحد، نتذكر في 2013-2014 0-0 الأهلي على حساب العين، وأيضا 2012-2013 العين بركلات الترجيح على حساب الجزيرة بعد مباراة أيضا انتهت سلبية. هذه أيضا واحدة من المباريات التي تشابه تلك النهائيات السابقة. هذا إيغور كورنادو، هنا حمدان الكمالي، وشايف الالتحامات مستمرة. فلتت المباراة شوي، فلتت لأن الكروت أيضا كانت قليلة والأخطاء استمرت والالتحامات والاندفاعات البدنية. وهذا عبد الباسط وهذا ماجد، وأحد اللاعبين طاح على أرضية الملعب. نهدى شوي، نهدى شوي واذكر الله. هذا حكم المباراة حمد علي، وهذا إيغور كورنادو اللي تعرض بالتأكيد لمباراة صعبة جدا، لم يجد فيها أريحيته ولم يجد فيها نفسه ولم يجد جمهور الشارجة ما ينتظره من قبل هذا الساحر الكبير إيغور كورنادو. حديث مع الكابتن مهدي علي. بالمناسبة مهدي علي تقابل مع المدرب عبد العزيز العنبري مرتين في 2017 لم تخني الذاكرة. في الدوري يفوز الشارجة 1-0، في كأس رئيس الدولة يفوز شباب الأهلي، فاز الكابتن مهدي علي في تلك المباراة أيضا 1-0. الآن مباراة كأس، ولكن كأس سوبر، والآن في تحقق من ركلة جزاء محتملة في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت والسقوط. والآن نشوف ونتابع قرار تقنية الفيديو بعد مرور 79 دقيقة مشاهدينا متابعينا. ماجد حسن وشايف الكابتن شاهين التحقق من بطاقة حمراء، تحقق من بطاقة حمراء ولا ركلة جزاء ولا شو بالضبط. الآن نشوف ونتابع هذا ماجد حسن وهذا السقوط. سلامات إن شاء الله. قدم مباراة كبيرة حقيقة على المستوى والأدوار المطلوبة من لاعب خط الوسط. الآن الحديث مستمر، هذا حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب في حديث مع حكام تقنية الفيديو، لكن أشار إلى استمرار اللعب. حمدان الكمالي وروح رياضية وإعادة الكرة إلى حارس المرمى الواضح في الصورة عادل الحوسني. حراس المرمى في هذه المباراة لم يتعرضوا لاختبارات حقيقية، ما في فرص شالها عادل، ما في فرص
حقيقية شالها ماجد. ماجد أساسا زين إذا موجود. الكرة بتتحول مرة أخرى من جديد باتجاه ماجد حسن. ماجد حسن باتجاه عزيز جانييف. عزيز جانييف اللي يتقدم بيرسل الكرة إلى كارتابيا. سقوط ويلتون سواريز. كارتابيا بيوقف اللعب. وبعدين يعني ما بكفاية 0-0. كل شوي توقف وكل شوي لاعب طايح على أرضية الملعب. أوكي شتانا سوبر لكن تجمدنا. أشوف اللقطة هذه اللعبة مباراة حقيقة ننتظر فيها الكثير. كنا ننتظر فيها الكثير. مرة 80 دقيقة ما زال فيها التحفظ، ما زال فيها الحذر، ما زالت فيها الفرص الغائبة، الأهداف غير الموجودة مستمرة. ويلتون سواريز قام بالسلامة وإسقاط الآن وإكمال هذه المباراة. والكرة باتجاه وليد عباس. وليد عباس بيرسل الكرة. الهدف بمثابة هدف ذهبي إن سجل في الدقائق العشر الأخيرة. الكرة بترجع وهنا كارلوس إدواردو. والكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس إلى خارج الملعب. رمية تماس كارلوس إدواردو. ماجد السرور مراقب متابع. الله على قطع الكرة من محمد جمعة. عزيز جانييف ولكن ممتاز ماجد السرور بعد ذلك في استعادة الكرة. سقوط اللاعب كارتابيا. فريق الشارجة يتقدم ومع ذلك اللاعبين يقولون له طلع الكرة، يقولون له طلع الكرة، لأن شباب الأهلي أيضا أخرج الكرة قبل قليل. شايف هذه اللقطة وهذا الاشتراك، الدخول بالقدم في اللقطة الماضية. سلامات إن شاء الله لكارتابيا. توقف مستمر، سقوط اللاعبين بشكل متكرر، كل ذلك بالتأكيد يقلل أيضا من سرعة هذه المباراة. حضور راعي الحفل الكريم سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم أيضا، وتواجد سعادة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة رابطة دوري المحترفين، ومتابعة مستمرة بالتأكيد من قبل المسؤولين القائمين على كرة الإمارات، والذي تنتظرهم حقيقة الكثير الكثير بالتأكيد من الأمور والأمنيات والأحلام والأعمال التي نتمنى بأن تتحقق في الفترة المقبلة، سواء مع منتخبنا أو مع مسابقاتنا أو مع أنديتنا التي نتمنى بأن تعود مرة أخرى للمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا أو المشاركات الأخرى من بطولات عربية أو بطولات خليجية. وأيضا الأمر ينطبق بالتأكيد على منتخب الإمارات الذي نحتاج ويحتاج إلى الكثير حقيقة من الجهد وتضافر كل عوامل النجاح وتهيئة المناخ المناسب حتى تعود كرة الإمارات إلى وضعها الطبيعي ومستواها الذي كنا عليه على الأقل في السنوات القريبة الماضية، والذي اشتقنا إليه وافتقدناه كثيرا جدا. الآن وجود مهدي علي مدربا في هذه المباراة يذكرنا على الأقل بتلك السنوات التي كانت في حقبة الأربعة 2015-2013-2014، بينما هذا المدرب عبد العزيز العنبري على مستوى فريق الشارجة هل يحصل على لقب ثالث بعد بطولة الدوري ولقب السوبر في الموسمين الماضيين؟ الكرة بتصل إلى كارتابيا. كارتابيا وقف، ممكن يعدي التمريرة إلى إدواردو. البينية ما زالت. الكرة تعود إلى كارلوس إدواردو. عرضية عالية أطول من اللازم لكن محمد جمعة يتوقعها، يرسل الكرة إلى الخلف. وليد عباس لمسة. البينية تعود من جديد مرة أخرى إلى محمد جمعة. حاول وسط أربعة. الكرة تصل مرة أخرى. وليد عباس لمسة. يا سلام يا عزيز. الكرة من جديد سقوط. حكم المباراة قريب يشير إلى استمرار اللعب. ماجد حسن يتصدى لهذه الكرة ويبدأ الهجمات. الكرة إلى وليد عباس. هل من هدف ذهبي؟ هل من هدف يأتي في التوقيت الأخير؟ الكرة تصل إلى إيغور جيسوس. وقف، عدى، تقدم، أنزلت المحاولة بين اثنين. يكسب ضربة ركنية. يا لها من مباراة حضرت فيها الكرات والضربات الثابتة بدون استثمار وبدون استغلال. هل من ابتسامة تأتي في الوقت الأخير؟ الآن نشوف ونتابع في ماذا يفكر عبد العزيز العنبري، ماذا يفكر مهدي علي في مثل هذا التوقيت. هذه اللقطة وهذه الكرة الثابتة وهذا عزيز جانييف على تنفيذ الضربة الركنية في آخر خمس دقائق. يتقدم عزيز جانييف. عرضية رأسية يا رب. متابعة
مستحيل. محاولة ركلة جزاء، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة في الوقت الصعب وفي دقائق لا تعويض. حمد عليم يحتسب ركلة جزاء بعد لقطة وبعد ضربة كام. انظر الآن إلى الاحتجاج، يا له من توقيت، يا لها من لحظة، يا لها من لقطة. لاعبو الشارجة لا يصدقون القرار، وقد يكون هناك بعد ذلك تحقق من غرفة الفار. انظر إلى الضربة الركنية الرأسية يا إدواردو، لكن الكرة تبعد بعد ذلك من جديد. هنا هل كانت لمسة يد؟ هذه اللقطة، هذه اللعبة، ميلوني يا ميلوني ماذا تفعل هنا؟ هل تفقد التركيز في هذا المكان؟ ماذا يشير الحكم في هذه اللقطة وتقنية الفار؟ هل هناك تحقق منها أم أن الحكم يتراجع عن قرار ركلة الجزاء؟ شايف هنا حكم المباراة بنفسه يشاهدها اللقطة الماضية، فقد تركيز ميلوني وهنا الكرة تسقط وتلامس يده في هذه الوضعية. نشوف قرار حكم المباراة حمد علي اللي ذهب للتحقق منها بنفسه. اليد ربما لم تكن في وضعيتها الطبيعية في اللقطة الماضية، وميلوني الآن يخشى من القرار، يخشى من القرار. الكرة تعود إلى ضربة مرمى، الحكم يحتسب ويتراجع عن لقطة ركلة الجزاء في اللقطة الماضية ليتنفس ميلوني الصعداء. شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف هذه اللقطة الماضية، لم يكن يشاهد الكرة خلفه، لمسة اليد في اللقطة الماضية. بعض الحكام قد يرى بأنها من الممكن أن تحتسب. حكم المباراة حمد علي يرى في تقديره في اللقطة الماضية بأن يتراجع عن احتساب ركلة الجزاء بعد العودة إلى الفار في اللقطة الماضية، ويبقى تقدير بالتأكيد حكم المباراة، ويبقى للخبراء أيضا في استوديو تحليل في أبوظبي الرياضية رأي في هذه اللقطة التي أثارت الجدل ما بين لاعبي شباب الأهلي والشارجة. هذه اللقطة وهذه اللعبة رأسية أولى، الكرة تبعد وبعد ذلك لمسة يد تأتي بالنسبة لميلوني في اللقطة الماضية، والحكم يتراجع عن قراره. إذن أعتقد بأن هناك ربما احتسب خطأ لمصلحة سالم سلطان، ربما احتسب خطأ لمصلحة سالم سلطان على محمد مرزوق قبل حالة لمسة اليد، وبالتالي إذا كان هذا العودة في ذلك ربما هناك خطأ احتسب بالتأكيد على اللاعب محمد مرزوق لمصلحة سالم سلطان. في تغيير الآن، دخول اللاعب الواضح في الصورة محمد خلفان، محمد خلفان اللي يشارك كبديل مكان ويلتون سواريز. ويلتون سواريز في مباراة بدون أي فرص، بدون أي حضور، يخرج ويترك مكانه لمحمد خلفان في آخر دقيقة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. لكن يا لها من لقطة حبست أنفاس جماهير الشارجة حقيقة، ولكن عودة الفار وربما أيضا الاحتساب الخطأ على محمد مرزوق قبل حالة لمسة اليد. الكرة بتصل الآن في مكان إلى كورنادو، الكرة تعود إلى شوكرو. الشارجة في هذا التوقيت في هذه الدقائق، ولكن الكرة أيضا مقطوعة. إثارة تأتي في اللحظات الأخيرة، كايو استلم، كايو تقدم، كايو في المساحة، في المساحة بالغ فيها، انتظر فيها. شباب الأهلي يقطع الطريق، شباب الأهلي على طريق كارتابيا سريعة، انطلاقة باتجاه كانوسي. إدواردو عدى ممكن العرضية، الله على المرور، الله على العرضية، الكرة تصل. محمد جمعة وقف، سيطر، لم حظا، الكرة تصل في الجهة اليسرى، يفقد توازنه، تعود إلى محمد جمعة، الحكم يحتسب خطايا. يا لها من إثارة تأتي في الدقائق الأخيرة. هل هناك أشواط إضافية أو ممكن ركلات ترجيح مباشرة؟ ما في أشواط إضافية، ياريت نتأكد أيضا، ياريت نتأكد. إذن مشاهدينا متابعينا، شوف اللقطة الماضية، هذا محمد جمعة وهذه اللقطة، هل تكون هناك ركلات ترجيح مباشرة بعد الشوط الثاني أم أن هناك أشواط إضافية؟ راح نتأكد، ولكن قبل ذلك عزيز جانيب قد يتأكد لشباب الأهلي من أمر ما.
هذا عزيز جانييه قد يتأكد لشباب الأهلي من أمر ما. كرة ثابتة، كارتافيا على التنفيذ في الوقت الذي يساوي فيه الهدف ذهبا الآن، ولكن الكرة تصل والكرة في اللقطة الماضية. هذا عزيز جانييه، الكرة تصل مرة أخرى، مرة أخرى إلى خارج الملعب، لم يتماس. هذا كايو، ويلتون سواريز خرج وترك مكانه لي محمد خلفان أحد لاعبي شارجة على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، يبدو أننا في الطريق إلى ركلات الترجيح، إذن لا وجود أشواط إضافية. 4 دقائق كوقت بدل ضايع. هل تكون هذه المباراة السابعة على مستوى نهائيات السوبر واللي تصل إلى ركلات الترجيح بعد 6 نهائيات سابقة وصلت إلى ركلات الترجيح آخر في الموسم الماضي بين الفريقين؟ مباراة والكرة تصل من جديد باتجاه ماجد حسن، ماجد إلى وليد عباس، وليد عباس في نص الملعب في التمريرة بيلعب لكرة في مكان الآن باتجاه محمد مرزوق، محمد مرزوق اللي يحاول فيها بيرسل الكرة بينية، استلام من إيغور جيسوس، وقوف على الكرة من كارتابيا، كارتابيا إلى إيغور، إيغور الكرة معه في الجهة اليمنى، حاول سيطر كارتابيا، ممكن التمرير، طلب الكرة من عزيز، كارتابيا بيعدي، كارتابيا يتقدم، بيلعب الكرة إلى إيغور، دربكة، تصويبة قوية، الكرة إلى خارج الملعب، والكرة تحولت إلى ضربة مرمى. فرص شباب الأهلي بتضيع، فرص شباب الأهلي بتضيع في شوط المباراة الثاني. الشارجة اكتفى بالدفاع طوال 90 دقيقة، تستطيع أن تقول بأنه لم تكن للشارجة سوى فرصة واحدة من تسديدة من إيغور كورنادو في الشوط الأول. فيما عدا ذلك كانت المباراة باستحواذ أكثر من جانب شباب الأهلي، بتسديدات أكثر من شباب الأهلي، بفرص ورغبة أكبر في من شباب الأهلي، ولكن كما ذكرت الفرص لم تصل إلى الدرجة الكافية، إلى الدرجة الحقيقية، إلا فيما ندر، إلا فيما ندر. وبالتالي ركلات الترجيح تقترب، 1.5 دقيقة، كل ما يفصلنا عن ذلك. إدواردو، الله على التقدم، لكن بعد ذلك ميلوني في التغطية، ميلوني بغير الاتجاه، ميلوني في الجهة اليسرى بيرسل الكرة إلى إيغور كورنادو، حمدان الكمالي يبعد الكرة، وصلت إلى كارتابيا والمساحة، كارتابيا والمساحة، كارتابيا تمريرة، إيغور جيسوس مراقب تحت الضغط، عبد الباسط بيلعب للكرة في مكان، وصلت إلى محمد خلفان اللي شارك مكان ويلتون سواريز، عادت الكرة والتحام وخطأ لمصلحة ماجد حسن. سلامات إن شاء الله. هذا ماجد حسن وهذا حمدان الكمالي يسابقون الزمن، يحاولون في اللحظات الأخيرة في الثواني الأخيرة عن طريق شباب الأهلي، هيكل هيكل لمسة، هيكل تقدم بيرسل الكرة إلى كارتابيا، كارتابيا ممكن البينية، ممكن البينية الآن، العرضية، عرضية، ولكن الكرة تصطدم إلى ضربة ركنية أخيرة. كل الأرقام اليوم كانت للشباب الأهلي إلا مسألة الأهداف، بقيت متعادلة بين الفريقين. هذا حال شباب الأهلي في الدور الأول، مباريات عديدة ربما تفوق في أرقامها لكنه لم يخرج بنتيجتها، لم يخرج بنقاطها، ولذلك يجد نفس الشباب الأهلي بعيدا عن حسابات الدوري. ماذا عن حسابات السوبر في لحظة في نهايات هذا السوبر، في نهايات هذه الليلة؟ كرة ثابتة أخيرة، لحظة بعد أن انتهى الوقت بدل الضايع، آخر فرص السوبر يا كارتابيا، آخر فرص شباب الأهلي، الكل متقدم، الفريقين تقريبا في منطقة جزاء واحدة، نظرات العيون يا كارتابيا، كرة ثابتة، كرة ثابتة، يتركها إدواردو، عرضية، مستحيل مستحيل، حتى في أصعب مواسمه يبقى سوبر، شتانا سوبر، وسوبرنا شباب الأهلي، سوبرنا شباب الأهلي. يا لها من كرة يا مرزوق، يا لها من كرة يا مرزوق، هدف يأتي في الوقت الأخير، الله على الدفاع عن الحظوظ، عن الكبرياء، عن التاريخ. لو انتهى موسمه في الدوري ابحث عنه في الكؤوس، ابحث عنه في الكؤوس، ابحث عنه بالرؤوس. اي ارتقاء، اي ضربة قبل موسم
قاسم، كانت راسية سالمين خميس، الآن راسية مرزوق. شباب الأهلي يستحق هذا التقدم. هذه ما هي هدف، كانت صافرة، نعم يا مرزوق.